مرحبا، هل من الواجب زيارة الطبيب المختص أثناء شعورك بتحجر البطن في شهرك التاسع؟ يمكن تعريف تحجر البطن الذي غالبا ما تواجهينه في شهرك التاسع من الحمل بانقباضات متقطعة وغير مؤلمة لعضلات الرحم، وعادة ما تبدأ في الشهر السابع وتزداد مع ازدياد حجم البطن. انقباضات الشهر التاسع من الحمل يطلق عليها انقباضات براكستون هيكس التي تؤدي إلى شعورك بتحجر البطن، ويمكن أن يدل تحجر بطنك في شهرك التاسع على حدوث المخاض أو على اقتراب موعد الولادة، وهذا يحدث عندما تبدأ تقلصات البطن وتشتد وتصبح أقوى تدريجيا مع مرور الوقت، الشيء الذي قد يجعلك تدخلين في حيرة عما إذا كان المخاض حقيقيا أم كاذبا. ويمكنك استشارة طبيبك في هذه الحالة لأخذ بعض الإجراءات التي يفيد اتباعها في التخفيف من مشكلة تحجر البطن، مثل الإكثار من شرب الماء مع الحصول على قسط كاف من الراحة. إلى اللقاء.